هاد الطبق ديالنا من بعد ما تيوجد شوفوا كيفاش تيجي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم ربيعة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد في القناة اللي هو واحد الفيديو اللي هو مختلف ومميز بزاف، يعني واحد الوصفة يعني ما كناكلوهاش ديما، يعني نقدروا نقولوا من العيد حتى العيد تنتشهاوها وكنديروها. انا هي اليوم يعني تشهيت قلت نديرها بلا عيد بلا والو، اللي هي رائعة بزاف، اللي هي المقروط الوجدي اللي معروفين به وجاده اللي كيديروا على حقه وطريقه. هذه وصفه وجديه يعني من يد المحترفين، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، راه وصفه رائعه بزاف. دابا هذا الليل هي فاش غادي نصايبوا السميده وغادي نخليوها تبات حتى الغدا ان شاء الله الصباح، هذا غادي نخدم بها ضروري هذه الطريقه، اما من الصباح الليل اما من الليل حتى الصباح، يعني باش نخرجوا من باب واسع باش يكون يعني المضمون ديال النجاح ديالها 100%. غادي نحتاجو هنايا كيلو ديال السميده موين، يعني ماشي رقيقه، ها هي موين، ما نديروش الغليظه وما نديروش الرقيقه، والملحه، وهنايا زلافه بين يعني نص زبده روميه ونص ديال الزيت، هاي زلافه ما تخافوش من اللي دام، راه غادي نديروها في الفرن، غادي نديرها صحيه، يعني هي الوصفه التقليديه تتقلى، ولكن انايا غادي نفضل نديرها في الفرن حيت دايرين الزبده دايرين الزيت، والا زدنا هادشي ودرنا في المقله يعني غادي يولي شويه غادي يولي شويه خطر، يعني غادي نديرو في الفرن وغادي يجي بحال مقلي. غادي نوعدكم غادي يطلع لكم. غادي ندير شويه ديال الملحه صافي. دابا هادشي اللي غادي نحتاجو في الاول، وغادي نبدا نزيد شويه، ولا غادي ندير كلشي باش ما نسخش ليا، ما غاديش نعجنو نهائيا، غادي نلبسو بين غادي نلبسو هاد الزبده والزيت. السميده كامله راه معبوره، يعني كيلو ديال السميده بزلافه خليط بين الزبده والزيت. ممكن ما ديروش هاد الكميه، ممكن ديرو غير نص كيلو مع نص زلافه حسب اللي بغيتو. غادي نبقاو نديرو هكا بصبعنا ونوضكو، ما نعجنوش نهائيا. يعني ما غادي نديرو دابا لا الزهر لا حتى حاجه حتى الغدا ان شاء الله باذن الله. ضروري هاد المرحلة ديال النباتة باش تيكون ناجح. غادي نبقى هكا يعني واحد جوج دقايق حتى نلبسو مزيان، وندير هاد الطريقة هكا يعني باش نتأكد بلي الزبدة والزيت قاسو السميدة، وديك الساعة نبيت ونغطيه ونخليه فوق طولة الثلاجة لا حاجة حتى الصباح بإذن الله، ونتلاقاو إن شاء الله نكملو الوصفة ديالنا. مرحبا بكم، السلام عليكم، كي صبحتو كلشي بخير. هاد الوصفه فيها يومين، دابا كدينا هادي البارح بالليل، شوفوا كيفاش رجعت رطبه ويعني زوينه بزاف، وتيكون عندنا دابا المقروط ناجح 100%، ما تيبقاش عندنا ولو ادنى شك. غادي نجمعوها دابا بواحد نص كاس ديال الماء ديال الزهر، ها هو بيو غاده تنصايبو عندها في الدار، والحليب، وممكن نعوضوه بالماء، انا ما دفيتو ما حتى حاجه. غادي ندير الزهر، هي خاصها تكون شويه جاريه، ما يمكنش نعطيكم القياس الحليب ولا القياس الماء ولا شي حاجه، ما يمكنش حيت كل واحد السميده والنوع اللي عنده. ما غادي نعجنوها ما حتى حاجه، يلا كنخليوها تشرب. قلت لكم ممكن
ممكن تستعملوه غير الماء، يعني نتوما واللي بغيتو. باقي ناشفة شوية، غادي نزيد شوية ديال الماء. حاولوش ندلكوها نهائيا، هي كنخلطو مزيان. صافي، هذا هو القياس، هانتوما هذا هو القياس. يعني ممكن نكوروها، هانتوما هذا هو القياس. صافي دابا غادي نخليها واحد 5 دقائق، هي على ما تشرب شويه. دابا ندوزو نقادو التمر. دابا غادي ندوزو نقادو التمر. انا غادي نستعمل هاد عجينه التمر، ها هي نسمه، ها هي كتبيع لها مصنعه من اجود انواع التمور، خصو يكون نوع جيد باش يصدق معنا حتى المذاق مزيان. غادي نحتاجو نص كيلو، يعني هذه فيها كيلو، غادي نستعملو نص الكمية. نزيد على النص. دابا هنايا درت نص كيلو ديال التمر ومع واحد شوية ديال الجنجلة المحمر، هي اختياري باش نعطي واحد شوية ديال الكروكون لهاد المقروط. ممكن نستعملو اللوز، ممكن ما نستعملو والو، مع واحد شويه ديال القرفه، واحد شويه ديال الماء الزهر، ونحاولوا نعجنوه مزيان حتى ندخلوا فيه هاد الجنجلان والماء الزهر والقرفه، ونوضوا بحال اون بات، وديك الساعه نرجع معكم. دابا انا راني بديت الخدمه باش نربح الوقت، غادي نعاود معكم. انا غادي نديرهم جوج الاشكال، الشكل التقليدي الوجدي، وغادي ندير شكل مبتكر بالطابع باش نرضيو جميع الاذواق. غادي ندير واحد شويه ديال السميده الرقيقه، حاطه حدايا الماء باش قسم ما شربات ليا كنعاود نزيد الماء، حيت راه عرفتوا السميده راه كتشرب، الا شتها باقي ما باش تجمع ليا هكا تنزيد الماء. هانتوما حطوا حداكم، تندير هكا، كنقاد هكا بينيتيا، ندلكها مزيان هكا بينيتيا، نجمعها تنجيها وتنجيها هكا بصبعي هانتوما، وتنقص الا كانوا باتجيني غليظة تنقص. خصي يجي القياس وتنجيرو هكا، وتنخليو الوسط تنشد التمر، تنجيرو كتو. شوفو الطريقة واضحة، تنزومي ليكم، أو تنشد هدا تنجيرو هنا، أو تنبدا تنلصق السميدة مع السميدة، أو إلا بقاو عندي الزوائد كنحيدو. نتوما طريقة مبسطة بزاف، سهلة، يعني المبتدئات بغيا يديروها. هي واحد المسألة خص التمر ما يبانش، نبقاو نغطيوه نغطيوه، أو تندير هكا أو تنحاول نبسطها بيديا. هانتوما تنقاد ليها القنيتات، نبسطها بيديا باش يجيو القياس بحال بحال. هانتوما نتوما عينكم ميزانكم، خصكم ديرو حساب قياس واحد. سفينيسيون دابوري، غادي نشدو واحد الميس، نقطعو بعدا هاد الجنب هذا تنحيدوه ونقطعو.
هاكي تيجي الشكل ديالها هانتو. نعاود معكم وحده اخرى. بالنسبه هذا اللي تيبقى لنا في الجنب تنحيدو السميده باش يجينا كلشي مفيني وتنضو التمل بلاصتو، ونعاودو وحده اخرى جديده نفس الطريقه. السميده نزيد واحد النقيطه الماء ثم نخدم معكم شي مضبوط. تمام، هذا دابا كبيره مع الماء تيعاونكم باش دغيا السوائد. كيف قلت لكم كيلو ديال السميده مع نص كيلو ديال التمر. نجمعوا بيناتهم، نحيدوا شويه الزوائد اللي زايدين، نطبقها نفيني. ممكن نشدو شي طابع وتزوقوا بها من هنا. انا بغيت نخليها طريقه تقليديه، ما بغيتش نزيد عليها اضافات، عاد ندير الشكل الاخر اللي فيه. نضرب تاني الجنب مقطع، نحاولوا يجيكم داكشي بحال بحال. هانتوما هي كي جات. غادي نبقى بهذه الطريقه حتى نكمل الطريقه التقليديه ونوريكم العصريه شنو درت فيها. كمل العصري الثاني. غادي نحتاجو شويه ديال العجينه، غادي نفرشوها في هاد. انا بعدا نوريكم المولي درت. ها هو عقلتو عليه هاد المرشم ديال زمان، ولكن تيجيبها فواحد المنظر غزال. ممكن تستعملوا اي مرشم عندكم. تنديرها هكا، تنشد واحد الكويره ديال التمر ديالها في وسط منها، شوفها واضحه. تنشد شويه ديال العجينه، تنقد بها السطح خصو ما يبقاش يبان ليا التمر. نطبقها مزيان، نفيني الجناب شكل بسيط وتعطينا منظر جميل بزاف. وغادي نضربها حتى ها الشكل ديالها كيفاش تيجي. هانتوما تيجيو في هاد الوريضات زوينين بزاف. غادي نكمل في هاد الطريقه حتى نكمل جميع الكرات اللي عندي ونرجع معكم باذن الله. دابا ما طابو باقيين سخان، هانتوما بغيت نحيد لكم وحيده شوفوها. انا درتهم في الفران، بغيتو تقليوهم قليوهم، ولكن الا بغيتو شي حاجه صحيه خشيوهم في الفران. هنايا شديت العسل اللي جبت معايا من الفنيدق. غادي نخلي لكم هذا الفيديو تحت صندوق الوصف. راه واحد العسل اللي هو رائع بزاف، يعني تيتبع تما، يعني تيجي من الصبريون اللي هو زوين بزاف. ممكن تستعملوا العسل ديال السكر اللي كنصايبوا في الدار، ممكن تستعملوا زمزمي، ولكن ما حدنا تنزيدوا في الانواع ديال العسل، وتيكون العسل هو بنين تيعطينا مذاق اكثر. غادي نشدوه دابا. دفيت العسل وغادي نبدا نحفيه. كاين اللي بغى يخليهم مرقدين مزيان في العسل، واللي بغى يهزهم ديك الساعه يهزهم، يعني على حسب الطبق. هانتوما نخليهم يتشربوا العسل. انا تقريبا غادي نخليهم واحد 3 دقائق وغادي نحيدهم، وان شاء الله نتلاقاو في الطبق النهائي، ونتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. هذا الطبق ديال
ديالنا من بعد ما تيوجد شوفوا كيفاش تيجي زوين بزاف. هذا اللي درنا على الطريقه التقليديه، هانتوما شوفوا كيفاش تيجي متقون. وهادو اللي درناهم على الطريقه العصريه هانتوما شوفوا كيفاش تيجيو زوينين بزاف. خليتهم حتى بيضوا واحد 4 السوايع ولا 5 السوايع، استفتهم طبسلهم وخليتهم تشربوا العسل ديالهم مزيان. ونتمنى ان شاء الله تكون الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم، ودعموني بزاف باللايكات وبلي كومونتير ديالكم الزوينين. اللي مازال ما تابوناش مرحبا به في القناه، يتابونا معنا يتزاد معنا العائله ديالنا. شكرا لكم بزاف، شكرا على المتابعه ديالكم. بسلامه، الى اللقاء. سلامه.